طيب احنا المره اللي فاتت احنا كتبنا الكونستريز وعرفنا ازاي نطلع الكوست فانكشن، فانا اكتبها على طول. الكوست فانكشن بتاعتك هي كانت عباره عن 10x بلس 15x2. x1 و x2 دي النمبر اوف كويستشنز اللي هيحلها من ايه، والنمبر اوف كويستشنز اللي هيحلها من دي. تمام، وبقى ماكسيمايز، عايز ماكسيمايز الكلام. طيب الكونسترينت بتاعتها كانت ايه؟ كانت السؤال الواحد من A بياخد 3 دقايق، السؤال الواحد من B بياخد 6 دقايق، والمفروض الامتحان بتاعك 60 دقيقة. تمام؟ طيب وكان في كونسترينت كمان ان انت ما تقدرش تحل غير 16 سؤال من الاثنين. هل؟ طيب دي والاكس واحد واكس اثنين هاتس بي بوستن، تمام؟ اكبر منها وبتساوي زيرو. ده مش الشكل الستاندرد فورم اللي احنا عايزينه عشان السمبلكس. اوكي، بصوا السمبلكس ليها ماثيماتيك بروف وليها يعني ان دبث لو عايز تتكلم في الماثيماتيك حوار، تمام؟ بس احنا اكشلي هنستخدمها كاننا بنستخدم الجوريزم. اوكي او تاخد نوتس ورايا ولا حاجه. طيب مش بنشتغل ماكسيمم فانكشن. اوكي، احنا اي مساله عندنا لو هي ماكسيمم هنقلبها مينيمايزيشن. تمام، طب ايه العلاقه بين الماكسيمايزيشن والمينيمايزيشن بروبلم؟ اشاره الماكسيمم لو ضربته في نيجاتيف، لو دي، لو انا بدور على الماكسيمم هنا، تمام، لو ضربته في نيجاتيف يبقى انا بدور على ايه؟ على المينيمم. تمام، فلو هي المساله جايبه لك ماكسيمم يبقى الكوست فانكشن بتاعتك اول حاجه تضربها في نيجاتيف. اوكي، يبقى عشان نحولها اول ستيب هنحولها للستاندرد فورم. تمام، يبقى تبقى مينيمايزيشن، هنمينيمايز الاف بتساوي سالب 10 اكس 1 ناقص 15 اكس 2. تمام، طيب تاني حاجه بقى السمبلكس ما بينفعش معاها يبقى في اسمه ايه ده اكبر من او اصغر من او يساوي، يعني اخر حاجه تقدر تجيبها هي اللي يساوي. تمام، فلو كانت الكونسترينت بالمنظر ده انا لازم اشيل العلامه بتاعت اصغر من دي واخليها يساوي. طيب ايه ممكن اعمله عشان اخلي دي الكميه دي ايكوال 60؟ هن انتروديوس فاريبل جديد. يعني انا لو قلت لك ده بلس اكس 3 ايا كانت بقى اكس 3 دي اي قيمه بوزيتيف، مش لو انا جمعتها على القيمه دي هتوصلك ل 60، فاكنك لغيت الانيكواليتي. تمام، فتاني حاجه نلغي الايه؟ الانيكواليتي. حاجه اسمها سلاج فاريبلز، يعني لو سمعت يعني لو دورتوا او قريتوها هتلاقيها اسمها سلاج فاريبلز. هيبقى عندك 3 اكس 1 بلس 6 اكس 2 بلس اكس 3 ايكوال كام؟ 60. طيب لو هي دي، لو هي اصغر من، لو الكميه دي اصغر من 60 فانا عايز اوصلها ل 60. طب لو كانت اكبر من 60 يبقى هطرح منها اكس 3. تمام، طيب ونعيد للثانيه، هتبقى اكس 1 بلس اكس 2 بلس اكس 4 ايكوال كام؟ 16. بس بشرط ان كل الاكسز اللي انت اديتها اللي انت حاططها في المساله بتاعتك دي كلها تبقى اكبر من او بتساوي 0. اللينير بروجرامنج عامه ما بيقبلش الاكسس بتاعته انها تبقى نيجاتيف. اوكي، فانت لو اي سلاك فاريبل هتحطه لازم يبقى بوزيتيف. تمام، طيب ده اول حاجه حطيناها بايه؟ في الستاندرد فورم. طيب تاني حاجه هنتشك هل في بيزك فيزبل سولوشن ولا لا. تمام، يعني ايه بيزك فيزبل سولوشن؟ انتوا خدتوا حاجه اسمها كانونيكال فورم في الـ linear algebra؟
هو الاسم مش غريب يعني. المهم ايه الكانونيكال فورم دي احنا دلوقتي عايزين نعمل ايه اصلا؟ احنا عايزين نحل المعادلات دي مع بعض ونطلع ايه الماكسيمم بتاعك هيبقى فين. تمام؟ طيب في الكانونيكال فورم بيقول لك ايه؟ بيقول لك والله انا لو لقيت السيت اوف ايكويشنز دي 1 0 كده 0 0 كل بقى يعني لو مثلا ده اكس 3 لو في معادله بس من المعادلات السيت اوف ايكويشنز عنده كوفيشنت 1 والباقي كوفيشنت بتاعته اصفار فانا اقدر اقول بسهوله ان اكس 3 ده بيساوي البي اللي هنا ده اللي هو ايه الكونستانت اللي هنا. تمام؟ ده المعلومه دي مهمه لان ده تقريبا ده يعني اللي بيتلخص فيه اللي احنا هنعمله في الـ في السمبل اكسبرس. اوكي؟ طيب من هنا انا اقدر اقول والله ان البيزك فيزيبل سوليوشن اللي انتوا لو انتوا شايفين انا هشيل الاحمر ده عشان الاحمر هو اللي لو انتوا شايفين اكس 3 كوفيشن بتاعها 1 وهنا الكوفيشن بتاعها 0 وكمان هنحط معاها ايه الكوست فانكشن يعني بنقارن الثلاث معادلات بنقارن كل كونسترين مع الكوست فانكشن. تمام؟ طيب الاكس 3 هنا 0 وهنا 0 مش موجوده غير ايه في المعادله دي فيبقى الاكس 3 كام 6 والاكس 4 هي موجودة واحد بس قدامها كوفيشنت واحد وده ايه بس 4 تمام يبقى ايه اكس 4 ب 16 طب واكس 2 واكس 1 هيساوي 0 لان هما موجودين في المعادلتين وفي الكوست فانكشن. تمام ده احنا ما عملناش اي حاجه احنا ممكن في النص واحنا بنغير في الكوفيشنت دي هنقول والله طب انا دلوقتي الكوفيشنت الاكس 1 هي اللي هتبقى واحد وعندها كل الباقي 4 تمام احنا كل اللي بنعمله ان احنا بنلعب في الفاريبلز دي. تمام يبقى ساعتها الاف بتاعتك هتبقى في 0 ماشي اكس 3 اكبر من 0 واكس 4 اكبر من 0 والاثنين دول اكبر من او بيساوي 0 ودي بتساوي 0 بس احنا مش منطقي بالنسبه لنا ان تطلع الكوست فانكشن بتاعتك او يطلع السكور بتاعك 0. تمام فخلاص انا كده اتاكدت ان في بيزك فيزبل سوليوشن.